إطار الفعاليات الشعبية الرافضة للمبادرة الأممية الأخيرة، نظم في محافظة مارب مهرجان خطابي حضرته قوى ومكونات سياسية وحزبية، وقد عبروا من خلال هذا الاحتشاد عن رفضهم للمبادرة التي تساوي بين الضحية والجلاد، مؤكدين تمسكهم بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن 22/16 كأساس لأي حلول من شأنها إسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. هذه الوقفة ضد شرعنة الانقلاب يعني واتخاذهم قرارات ضد مع الفاسدين ضد الوطن. نحن رافضون لأنها تساوي بين القلادة والضحية ونحن نرفضها. يأتي هذا الاحتشاد بغية إيصال صوت الشعب للمجتمع الإقليمي والدولي وإبراز الرفض الشعبي لتجاوز المرجعيات الثلاث ومساندة القيادة السياسية ومواقفها الثابتة في سبيل استعادة الدولة ودحر الانقلاب. يخرجون اليوم تنديدا بمبادرة ولد الشيخ في مجلس الأمن والتي طرحها قبل أيام والتي تنقلب على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الأخيرة، وهذه الجموع تستنكر تلك المبادرة وتعتبرها انقلاب على هذه المرجعيات. أكيد هذا اللعبة المنحطة كانت من أول عندهم محطوطة. المحتشدون اعتبروا خطة المبعوث الأممي تشرعن للانقلاب وتساهم في إجهاض المشروع الوطني، مع التأكيد أن المرجعيات تمثل مخرجا آمنا لليمن واليمنيين، وأن تطبيق القرار الأممي يعتبر الضمانة الأساسية للسلام والاستقرار الوطني والإقليمي والدولي. يحظى الموقف الحكومي الرافض لمبادرة ولد الشيخ بتأييد واسع، كون المبادرة كما يقول المحتشدون لم تقدم حلولا لاستعادة الدولة من الانقلابيين، ناهيك عن أنها تشرعن الانقلاب. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.